اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، والبدايه بالعناوين. من سبتمبر نت، موكب رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لم يتوقف حين أطلقت عليه ميليشيا الحوثي النار. ياسمين فتاة يمنية تعرض قصتها على مسرح في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أخبارنا المنوعة، اليمن تحتل المركز السادس بين الدول الأقل سعادة. الكثير من رجال الأعمال في صنعاء بدأوا يفقدون التحكم والسيطرة في التعامل مع حساباتهم المالية وممتلكاتهم الثابتة والمنقولة، وفقا لموقع المصدر أونلاين والذي عنوان: الحوثيون يخضعون 30 من رجال الأعمال للإقامة الجبرية. وقال الموقع أن الميليشيات قامت برصد كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال المتواجدين في صنعاء وجميع العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام الحالي، تمهيدا للاستيلاء عليها، في حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال، في حين ألزمت الميليشيات المؤسسات المصرفية في صنعاء بتقديم كشوفات يومية عن العمليات المالية التي تجري. ومع بداية العام الحالي وتضييق الخناق على الإنقلابيين، قلت الموارد المالية التي كانت تعتمد عليها من عمليات التهريب والمتاجرة في السوق السوداء لمشتقات النفط والمعونات الغذائية. دفعهم ذلك إلى الحجر على ما تبقى من رجال أعمال ومسؤولين في القطاع الخاص ومنعهم من الخروج من تلك المنازل، وقامت بنشر أتباعها لمراقبة المنازل تحسبا من فرارهم إلى أماكن أخرى. وقبل أن تفرض الإقامة الجبرية على تجار في صنعاء، تعرض تجار دمار إلى عقاب آخر وفقا للصحوة نت، والذي قال أن ميليشيات الحوثي تفرض أتوات مالية على التجار في ذمار. ووفقا للموقع، فإن الحوثيين في محافظة ذمار أجبروا أصحاب المحلات التجارية على دفع أتوات مالية لإقامة مهرجان بمناسبة العام الخامس للصمود. وبحسب المصادر الخاصة لمراسل الصحوة نت، فإن الميليشيات فرضت جبايات مالية لعمل اللافتات والشعارات التي تعلقها الجماعة في الشوارع الرئيسية، وكذلك المشاركة في تسيير قوافل غذائية لمقاتليها. كيف ينظر الرئيس هادي إلى وجود وزير سياحة في حكومات أقر تشكيلها؟ وما الدور المناط بالوزارة؟ وقبل ذلك، ما حاجة الشرعية لهذا الكم من الوزراء وكبار المسؤولين؟ هكذا يتساءل صحفي سعودي حول عدد الحقائب التي تشكلها الحكومة اليمنية رغم ظروف الحرب التي تعيشها البلد. وقال الصحفي فارس بن حزام في جزء من مقاله المنشور على صحيفة الحياة اللندنية: اليمن في حال حرب، ولا توجد دولة واحدة عاشت حربا وتتباهى بهذا الكم من المسؤولين، خاصة أنها تقدم نفسها حكومة منفى وتتجاهل دعوات العودة إلى مقرها المؤقت في عدن للاستقرار، رغم استباب الأمن منذ 40 شهراً. ولعلها فرصة تتأمل فيها الرئاسة اليمنية المشهد لتخرج بتعريف عن حكومتها: حكومة وطن أم حكومة منفى؟ ففي الأولى يجب أن يكون مقرها العاصمة المؤقتة، وفي الثانية يجب أن تقلص تشكيلتها إلى 10 حقائب، وحكومة الحقائب العشر الأنسب للوضع الحالي. وقد كانت الشرعية عليه طوال عام كامل من بدء الحرب، وفجأة انفلجت حكومة أحمد عبيد بن دغر وصار فيها أكثر من 30 وزيراً، وأمضت نحو 1000 يوم بكل العجب، وتجددت الحال وتكاثرت قبل 6 أشهر من حكومة معين عبد الملك. تدفع العوامل الخارجية الحرب في اليمن إلى واقع أكثر دموية، وتعقد التنبؤ بالوصول إلى سلام ينهي الكارثة الإنسانية التي تطحن البلاد للعام الخامس على التوالي. ويتساءل موقع يمن مونيتور: كيف ساعدت العوامل الخارجية على إطالة أمد الحرب في اليمن؟ وتواجه اليمن منذ فترة طويلة تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية. ويضيف الموقع بأن الحرب لم تؤدي إلا إلى تفاقم مشاكل اليمن السابق، وأن الصراع الذي يتصاعد تدريجيا من مأزق سياسي إلى أعمال عدائية واسعة النطاق سرعان ما أصبح مستعصيا على الحل.
وينقل الموقع ما قاله ناشط يمني لصحيفة بريطانية، حيث أفاد بأن مبادرات وقف الحرب ليست شاملة ولا تعالج الأسباب الجذرية، وأصبحت أيضا جزءا من المشكلة مع إضاعة الوقت والموارد الثمينة في مساعي عقيمة لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع. قال موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لإعادة الانتشار في الحديدة مايكل أوليسغارد لم يتوقف حين أطلقت عليه ميليشيا الحوثي النار، وأنه رفض التوقف عن إكمال طريقه للوصول إلى مناطق سيطرة الشرعية. وعنون الموقع: الميليشيا تفشل في عرقلة اجتماع أوليسغارد بالفريق الحكومي في الحديدة. ونجح مايكل أوليسغارد في عقد اجتماع بالفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار رغم الأساليب التي استخدمتها ميليشيا الحوثي لعرقلة الاجتماع. ويفيد الموقع بأن الميليشيا استهدفت أيضا طاقم العمل التابع للجيش الوطني والذي كان يعمل على فتح الطريق لمرور الفريق الأممي إلى مناطق الشرعية. وعرضت قوات الجيش الوطني قبيل الاجتماع أمام رئيس بعثة الأمم المتحدة مجموعة من الصور والمشاهد تظهر ضحايا من عمال مجمع إخوان ثابت الصناعي الذين سقطوا نتيجة استهدافهم من قبل ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية. وطبقا للمصدر في لجنة إعادة الانتشار الحكومية تحدث لسبتمبر نت، فإن ميليشيا الحوثي ترفض عقد اجتماع ثلاثي مشترك لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار. العرب دول تكبر ودول تصغر، تحت هذا العنوان كتب ماهر أبو طير مقاله المنشور في صحيفة الغد الأردنية. قبل سنين تحدثت إلى سياسي بريطاني وكان صريحا إلى الدرجة التي قال فيها إن أغلب الدول العربية لن تبقى كما هي على صعيد خريطة كل الدول، وهذه الدول إما ستكبر أو تصغر، وأغلبها لن يبقى على حاله خلال السنين العشر المقبلة. أشار بكل وضوح إلى أن ترسيمات الخرائط في الأساس تدخلت بها دول خارج المنطقة مثل بريطانيا وفرنسا، وأن أغلب الخرائط تمت صياغتها ضمن محددات معينة، وأن إعادة الترسيم أمر ليس جديداً إذ حدث هذا من قبل، فلماذا يتحسس منه العرب اليوم وفقاً لمنطوقه؟ فحدود الدول في الأساس رسمها الغرب. علينا أن نلاحظ اليوم أن المنطقة تتعرض إلى ضغوط شديدة، ومن الجهل الاستغراق في تحليل كل ظرف نراه في بلد عربي دون قراءة النتائج النهائية، خصوصاً أن هذا الضغط الخارجي والطمع بالموارد والثروات من جهة، والرغبة بتثوير الأزمات والهويات أمر واضح يجري توظيف وسائل كثيرة في سياقاته. الضغط الخارجي لم يتراجع ويريد إضعاف هذه المنطقة لاعتبارات كثيرة، ويريد توليد دول جديدة ولا يتراجع عن هذا المخطط. وربما يزيد من خطورته هذه الأيام تعاظم الصراع بين قوى كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة وأجندات إسرائيل التي تسعى لتفتيت الدول على مستوى بنيتها الداخلية عبر تحطيم الوحدة الاجتماعية لإضعاف كل جوارها وبما قد يمتد إلى ما هو أبعد. مناسبة كل هذا الكلام التحذير مجدداً من مشروع قديم جديد يريد إعادة ترسيم الخرائط، وعلى الرغم من اعتقاد كثيرين أن أزمات بعض الدول العربية مثل سوريا أو العراق أو أي بلد آخر قد انتهت، إلا أن مخطط إعادة التقسيم وإعادة الترسيم دخل مرحلته الثانية هذه الفترة، وقد نرى أيضاً في دول عربية آمنة إطلالات لأزمات جديدة، سواء ما نراه في السودان أو الجزائر ودول أخرى مقبلة على الطريق. وكما أشرت فإن كل هذا التخطيط لا يجري دون سياق، بل يعتمد على بيئة خصبة بالأزمات والكراهية والتجظي الداخلي وشيوع المظالم والفساد وغياب العدالة والقانون والفرص الكريمة أيضاً. هل كانت تعلم تلك الفتاة اليمنية اليتيمة الأبوين الطالبة في الثانوية في إحدى مدارس الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستحقق قفزة نوعية في حياتها نحو النجومية التي طالما استهوتها، وتقدم نموذج ناجح لمعاناة المواطن الشرق أوسطي؟ وعنوان موقع نيوز يمن: ياسمين قصة فتاة يمنية تعرض على مسرح لوس أنجلوس في الولايات المتحدة. نشأت ياسمين ضمن عائلة فقيرة بمنطقة البرونكس في نيويورك بمعية أخواتها الأربع في كنف عمها الذي يتولى أمرها وأخواتها إلى جانب أسرته وأطفاله.
فالتحقت بمدرسة متدنية المستوى نظرا لانخفاض رسومها وعدم مقدرة الأسرة على دفع التكاليف. عندما عرف مدرسها أن عمها وعمتها لا يؤيدان أحلامها ولم تحظى بفرصة اجتياز امتحان القبول للدراسة في جامعة كولومبيا، كانت البداية للكتابة عنها. بعد مرور 3 أشهر ووضوح الصورة لدى المعلم عن كل شيء حول ياسمين، بدأت تكتمل الصورة لديه لتقديم إبداع مكتمل الملامح ينقل الصورة من خلاله إلى الجمهور بوضوح. خلال فترة وجيزة عرضت مسرحية حول قصة ياسمين، وقامت بدورها شخصية فتاة أمريكية تدعى مارلا ميلاني، فيما جسد المعلم شخصية جيف مارلو. وتعد المسرحية بارديس التي انطلقت بقوة من على مسرح لوس أنجلوس بإنتاج ورعاية خاصة من شركة جوفي السينمائية الدولية مؤشر مهم على أن تناول الهوية الأمريكية بات أكثر جدية وعمق. تستطيع الحرب أن تغير عادات الشعوب في جميع المجالات وحتى في مجال الطعام. العصيدة أو العصيد أكلة يمنية معروفة تحولت كما كتبت صحيفة العرب الجديد من وجبة الفقراء إلى إحدى الوجبات التي يفضلها الجميع بعد التدهور الاقتصادي وعدم قدرة الطبقة المتوسطة على الذهاب إلى المطاعم الراقية. العصيدة تعتبر من أشهر الأطباق الشعبية المنتشرة في أنحاء اليمن، ووفقا لأيمن القدسي وهو أحد المتخصصين في صناعتها والذي أكد للعرب الجديد أن العصيدة تمد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمتين لإتمام المهام اليومية. وقد يقول أيمن: ورثت إعدادها من الآباء والأجداد كوجبة تقدم للفقراء، لكنها باتت وجبة يقبل عليها جميع الناس. ويشرح صانع العصيدة عميد عبد العالم الحمادي للعرب الجديد أنه يصنع عصيدته من الدقيق الأبيض والماء ولبن الزبادي وقليل من الملح والزيت النباتي، يقلبه على نار هادية إلى أن يصبح المزيج متجانسا وكثيفا. مروان ناشر يقول أيضا للعرب الجديد أن العصيدة باتت وجبة أساسية بالنسبة له، يفضل تناولها بشكل يومي كونها الأرخص سعرا بما يناسب أحوال معظم اليمنيين في الوقت الراهن. يتفق معه عدنان محمد الذي يشير إلى أن العصيدة انتشرت في كل المدن والأحياء وهي حاليا وجبة شعبية في صنعاء يتناولها الطلاب والعمال والموظفون وحتى الأغنياء أيضا. نحو مزيد من التطرف تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله في العرب الجديد: كانت أمال كثيرة معلقة على تقرير المحقق الأمريكي روبرت مولر لينهي كابوس ولاية الرئيس دونالد ترامب وامتداداتها في الداخل الأمريكي وخارجه، غير أن الرياح لم تأتي كما تشتهي السفن، بل تحولت إلى إعصار مضاد ينذر بكوابيس متلاحقة لا بوادر أمل للخلاص منها. فتحقيقات مولر، والتي كان من المفترض أن تجد رابطاً بين الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي وروسيا، خرجت بتقرير لا يثبت وجود أي رابط مؤكد بينهما، ما يعني أن كل ما قيل في السابق ليس إلا صيد ساحرات. يشعر ترامب بلا شك بالانتصار، وهو بدأ ترجمة ذلك بالعودة إلى الخطابات العنصرية التي تدغدغ مشاعر جزء كبير من الناخبين الأمريكيين، وجديدها الإشارة إلى إمكان إغلاق الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وهذه قد تكون مجرد بداية، سيستتبعها ترامب بالمضي بمزيد من الإجراءات التي كان جمدها سابقاً، ومنها العودة إلى فكرة الجدار على الحدود مع المكسيك وحظر دخول المسلمين من بعض الدول إلى الولايات المتحدة وغيرها من القرارات التي تغذي اليمينية العنصرية ليس في الولايات المتحدة فقط وإنما خارجها أيضا. اليوم وبعد التحول الداخلي الأمريكي وانتقال ترامب من كونه متهما إلى ضحية، سيجعل العالم أمام موجة جديدة من مد التطرف اليمني الموجه إلى كل ما هو مختلف عن التفوق الأبيض والذي بات ترامب رمزا أساسيا له. على هذا الأساس تقرير مولر ونتائجه ليس مجرد تحقيق داخلي أمريكي تقتصر مفاعيله على مصير سيد البيت الأبيض وهوية الحزب الحاكم في الولايات المتحدة، بل سيكون له الأثر الكبير في رسم ملامح توجهات السياسية العالمية في الشرق والغرب لنكون أمام مرحلة جديدة من الجنون.
وفقاً لتقرير السعادة العالمي الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة، احتلت اليمن المرتبة السادسة بين الدول الأقل سعادة، وعنون موقع CNN: ما هي الدول الأكثر سعادة في العالم للعام 2019؟ وقد صنف التقرير عدداً من الدول الأكثر سعادة بناء على 6 متغيرات رئيسية تدعم الرفاهية والدخل والحرية والثقة ومتوسط العمر المتوقع في الحياة الصحية والدعم الاجتماعي والكرم. ويقول جون هيلوريل المحرر المشارك في التقرير: تميل البلدان العشرة الأولى إلى تمركزها في مرتبة عالية في جميع المتغيرات الستة فضلا عن المقاييس العاطفية للرفاه. ويضيف متحدثا عن الدول الأولى في قائمة السعادة وهي فنلندا: صحيح أن جميع الفنلنديين في العام الماضي كانوا أكثر سعادة من باقي سكان البلاد، ولكن الوافدين كانوا أيضا أسعد مهاجرين في العالم، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالحمض النووي الفنلندي، إنها الحياة والطريقة التي يعيش فيها الناس في هذه البلدان. وبالعودة إلى الدول الأقل سعادة، فقد تم ترتيبها على النحو التالي: جنوب السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى، أفغانستان، تنزانيا ورواندا واليمن وملاوي، سوريا، بوتسوانا وهايتي. قد لا يخطر على بال كثيرين منا أنهم معرضون للسرقة في الجو، لكن هذا ما حصل على متن طائرة كانت متجهة من بكين إلى القاهرة. فما هي تفاصيل هذه السرقة الغريبة؟ يعلق موقع دي دبليو الألماني: سرقة فوق السحاب، هذا ما حدث على متن طائرة مصرية. ويقول الموقع أن مسافرا صينيا سرق 4 مواطنين صينيين أيضا كانوا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية المصرية، واستدعى قائد الرحلة القادمة من مطار بكين رجال الشرطة في مطار القاهرة للتعامل مع حادث سرقة بين 5 ركاب صينيين. مصادر مطلعة في مطار القاهرة قالت بأن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة يطلب استدعاء رجال الشرطة لموقع الطائرة بعد هبوطها لحدوث سرقة بين 5 ركاب صينيين ومشاجرات بينهم. وقالت مصادر أن الشرطة اتخذت إجراءاتها القانونية ضد الراكب الصيني وأعادت المسروقات لأصحابها. موقع شبكة البي بي سي يعنون: فيسبوك تدرس تقييد خدمة البث المباشر بعد هجوم نيوزيلندا. شركة فيسبوك تعهدت بدراسة فرض قيود على خدمة البث المباشر للفيديوهات على فيسبوك لايف بعد نحو أسبوعين من هجوم نيوزيلندا الذي جرى بثه عبر منصة التواصل الاجتماعي. شيريل ساندبيرغ مديرة التشغيل في فيسبوك قالت إن الشركة وافقت على النداءات التي طالبتها بضرورة فعل المزيد. أضافت: الكثيرون منكم تساءلوا كيف تستخدم منصات الإنترنت مثل فيسبوك في ترويج فيديوهات مروعة للهجوم. لقد سمعنا تعليقاتكم بأن علينا فعل المزيد، نوافق على ذلك. الهجوم الذي قتل فيه 50 شخصا بإطلاق رصاص على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتشيت في نيوزيلندا، جرى بث فيديو مباشر للهجوم عبر فيسبوك وشوهد الفيديو الأصلي 4000 مرة قبل حذفه. وزير العدل النيوزيلندي أندرو ليتل قال إن القوانين الحالية لم تعالج الأشياء الشريرة والبغيضة التي تشاهد عبر الإنترنت، والحكومة ولجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا ستعملان على تقديم مقترحات بهذا الشأن بحلول نهاية العام. التضادات الموجودة في الناس والطبيعة صورتها عدسات كاميرا محترفي صحيفة التلغراف لتكون هذه الصور التي اخترناها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع.
كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسامي الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من كشك الصحافة في الغد. حلقة جديدة في أمان الله.